بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور سامح عبد الحكيم من دبي. بقالنا مدة طويلة ما تقابلناش، بس يعني افتقدت ان انا اكون معاكم لايف على الفيسبوك. ولسه النهارده كنت بفكر يا ترى ايه الحاجة الحلوة في اللايف بتاع الفيسبوك، ف او ايه ليه انا بكون مبسوط وانا رايح لايف بأمانة. يعني لان احنا عادة بنتكلم عن المرضى بتوعي، ولما بيكون في مرضى بقابلهم في العيادة وبحس ان هم اتحسنوا فبكون سعيد قوي قوي يعني. ف لما برجع بعمل لايف ونتكلم عنهم تاني او نقابلهم تاني كمان، فبتمتد السعاده. يعني بتبقى السعاده مش مجرد كانت لحظيه لو في الوقت اللي اكتشفت فيه، لان هي دي المتعه بتاعت اي واحد، هو نجاحه في شغله. انا النجاح في شغلنا ان احنا نشوف المرضى مبسوطين يعني. فبامانه اللايف بالنسبه لي هو يعني جزء كده بيضيف لي جزء من السعاده، بغض النظر بقى مين اللي موجود، مين اللي بيتفرج، مين اللي بيشوف. انا ببقى سعيد بالمريض بتاعي، ما سعيد بالشخص اللي انا بتكلم عنه او لو بنتكلم سوا، او سعيد بيه جدا. وهذه السعاده يعني بعتبر اللي بنعمله النهارده لايف هو امتداد للي عملته قبل كده يعني. ففعلا بتبقى لحظات حلوه، وبشكركم جدا جدا، ويمكن بشكر الفيسبوك انه قدر يوفر لي حاجه زي كده، ان جزء للسعاده او امتداد للسعاده بتاعتي. النهارده احنا معانا ميزونه من الشارقه، كتكوته كده جميله خالص خالص. يمكن حظي كويس ان احنا عملنا العمليه من حوالي شهر تقريبا، وقبل ما انزل مصر، وبعدين رجعت من مصر وشفتها وكنت فرحان بيها قوي، جميله خالص. والدتها انسانه فاضله جميله برضو، والحمد لله الدنيا مشيت كويس. وكان لها قصه معايا كده، فحبيت ان احنا نتكلم عنها، لان ما كانش الدنيا ماشيه زي ما كنت متوقع يعني، لكن ربنا اراد انها تمشي يمكن احسن ما كنت بتمنى. فهنتفرج على مازنة ونتكلم معاها ونتكلم مع والدتها ونشوف يعني ليه انا ببقى سعيد. خلينا نقول كده، مش عايزين نشوف ان هي بقت احسن او اتحسنت ازاي، لكن يعني تشاركوني السعاده اللي انا بحسها لما باجي اقابل مريض او حد من ولادي او احفادي الصغيرين واهلهم، وتحسوا بنفس الاحساس السعاده مع النجاح، ولو حتى نجاح جزئي في حاله او في حالتين، وان شاء الله بيتكرر في الحالات. بس يعني لحظه هنا لحظه هنا لحظه هنا، بنحط ده كده على بعضه، فبيبتدي يبقى فيه خليط من السعاده او انك بتأدي رسالتك في الدنيا. يعني هي رسالتك في الدنيا انك تخدم ده ويخدم ده ويخدم ده، وتستمر الحياه لحد ما ربنا يرد لها مطرح ما هتمشي. احنا معانا مازنه مزونه او ميزون مزونه من الشارقه اهيا السوله، هي جميله خالص. ازيك عامله ايه؟ الله الله، ازيك، ازحلك يا جميله. مزونه دي بقى دلوقتي مع والدتها ام ساره، هنتكلم معاهم، بس الاول نشوف احنا عملنا ايه من يوم والحاله مشيت ازاي، وبعد كده نسمع منها تجربتها معانا في المستشفى وقبل المستشفى واثناء المستشفى وبعد المستشفى، ونحاول نضيف للحوار شكل حلو كده. لا تعال نشوف مزونه كده في العياده. مزونه جات لي من حوالي شهر تقريبا، وده كان المنظر اللي جات لي بيه. كان عندها زي ورم كده تحت في الجفن الشمال، هو عباره عن حاجه انا ما عرفتش هي صراحه، يعني المفروض ان هو كيس دهني والتهاب كذا مره وعمل تجمع دموي، انا ما بقتش عارف ايه ده يعني. اول ما شفتها اتخضيت، ايه ده؟ فقلت دي حاجه جديده مش حاجه قديمه يعني، فبقيت مستغرب ايه ده. وبعدين وانا بكشف عليها فوجئت ان عندها كمان حول. يبقى دي كانت اول مشكله عندنا، ان كان في الورم الغريب ده اللي تحت في الجفن الشمال، دي كانت اول حاجه. وللامانه انا مش عارف ايه دي كنت وقتها يعني، لكن افترضت ان هو كيس دهني ملتهب وموجود عندها. بعد كده ابتدينا نفحصها، والدتها كانت جايه لي مصاره جايه تكشف تشتكي ان الورم ده هو ان هي من الشرقه ولفت ومرت وهي هتحكي يعني، والورم ده ما راحش. بكشف عليها بالصدفه كده حسيت ان هي ملخبطه، لقيت ان عندها حول كمان. يعني ايه الحول ده كمان؟ ده احنا الوالده المدام بتشتكي بس من ورم، طب ايه اللي جاب الحول بقى؟ ده موضوع تاني خالص، بس ما كنتش اقدر انكره. فدي كانت تاني مشكله، لما تبص على الجنب هتلاقي انها بتطلع لفوق، فده بنسميه حول راسي. يعني بدل ما العين اليمين دي تمشي عدله زي ما انتم شايفين كده طالعه لفوق، فده حول راسي في العين اليمين، يبقى دي تاني مشكله. ونفس الحكايه في العين الشمال، العين الشمال برضه لما بتبص على الناحيه اليمين العين بتطلع لفوق، ده برضه بنسميه حول راسي. يبقى احنا عندنا ورم تحت، عندي حول راسي في العين اليمين، عندي حول راسي في العين الشمال، وعندي حول امامي كمان وهي باصه قدام عينيها داخله لجوه. فكان في اربع مشاكل، مش مشكله واحده بس زي ما كانت جايه ام صلاه بتشتكي او جايه تتعالج يعني.
انا بصراحه اتلخبطت يعني، شفتني انا صباعي ورم مش في الجفن مع حول يمين مش وحول شمال، بنفس المدام ما الاتزان. كلمتنيش عن الحول يعني، انا نفسي اتلخبطت، ده كله جاي ازاي؟ لابسه نظاره طبعا، دي رابع مشكله يعني، انا داخله لجوه يعني، لو ركزنا هنلاقي ان في حول داخلي يعني او حول افقي، يبقى عندنا حول راسي حول افقي عند ورم تحت، شويه لخبطه مع نظاره مع ورم تحت، بامانه كان الكوكتيل غريب بالنسبه لي جدا. فاتكلمت مع ام ساره وقلت لها ده عندها كذا كذا كذا، واحنا محتاجين نعمل لها عمليه، نشيل الورم اللي تحت ده هو، وان احنا نعمل عمليه للحول. وبصراحه هي كانت شجاعه جدا، وفوجئت يمكن تاني يوم على طول انها عندي في العمليات، فوجئت انها تاني يوم عندي في العمليات، انا ما كنتش متوقع كده صراحه يعني، ما كنتش متوقع انها تاني يوم هتبقى عندي في العمليات، لان انا قلت لها على حاجات كتيره وهي كانت جايه في حاجه واحده بس، لكن فجاه بقى في كذا حاجه بنتكلم فيها، بس هي فعلا جت عندي العمليات. طيب نشوفها بعد العمليه وبعدين نبتدي نتكلم معاها. مزونه نشوفك دلوقتي بعد العمليه اهي، ما شاء الله مزونه، جات لي في العياده الاسبوع ده، هو الاسبوع اللي فات ده على طول، شفناها الاسبوع اللي فات تقريبا يوم السبت او الحد، كده يلا لابسه النظاره، الورم الله هنلاقيه راح، ده عينيها ظهرت اهي، الورم اللي تحت راح، يو بي انا فيكسيشن كده نفسي بقيت تارجت، مبسوط قوي انه راح. يو بي فيكسيشن تارجت احنا دخلنا جوه مسحت شلناه، مهنيا لقيته قوي عباره عن كيس دهني او خلايا متليفه، مهنيا وبعتنا مهنيا نحللها عشان مسحت نطمن لان كانت غريبه بالنسبه لي، مسحتني كده فالحمد لله ما طلعتش حاجه يو بي وحشه فيكسز اهي وكان ورم بس، او يو بي كان هولزز زي كمان كيس دهني او خلايا هولز متجمعه، كمان هولز كمان فالورم راح الحمد لله. دي بقى دي من المشكلات حلقت اللي كانت موجوده قبل كده، الحمد لله ربنا كرمنا وانتهى. كان تاني مشكله عندنا، اتفقنا الحول الراس اللي في الناحيه اليمين، شوف كده لما تبص على الناحيه الشمال بقى ما عادتش العين بتطلع لفوق يعني، وهي بص على الناحيه الشمال بص على العين، منظرتها بقت جميله خالص، الحدفه اللي كانت بتحصل في الناحيه اليد اللي اليمين لفوق ما هيش موجوده. شوف العربية، طيب وهي بص على الناحيه الشمال، بص هنا كده شايف العربية انها بتتلخبط شوية من غير نظارة كده، اشوف نظارتها وهي what is the بص على الناحيه الشمال، الحمد لله برضو ما كانش في مشكله يعني، وهي بص على الناحيه الشمال برضو كان الحول ماشي كويس، اليمين ما كانش فيه مشكله، فالحمد لله الحول اتصلح سواء كان في ناحيه اليمين او في ناحيه الشمال او شفت كده كده النظارة بقى بتظبط خالص اهي، النظارة بتبقى كويسة 100%. وطبعا احنا اللي لخبطنا برضه انها محتاجة نظارة، ونظارة ضعيف، الحمد لله الورم اللي تحت ده راح خلاص اختفى فالحمد تمام لله خالص خالص ما شاء الله في جميل الحول الفوقاني والحول اللي تحتاني والحول ما الامامي، شاء الله يعني شاطر الاربع بتحقق مشاكل تقريبا اتصلحوا الحمد لله. برضو الحول اللي هو اللي على الجنب اللي في الناحيه الشمال اللي هو كانت تالت مشكله، هي بص على الناحيه اليمين لان الشمال ما عادتش بتنط النطه الغريبه دي الحمد لله، والحول الامامي كمان اختفى يعني. بقت بتحب تتفرج على التلفزيون اكتر وكده. ايوه صح، بتتكلم صح، احنا صح، بتعمل ازاي جميله الصوره خالص ربنا يحميك. حضرتك بتقولي تفاعلها بقى احسن ابتدي وانت ستوب. لا هي تقولي اصلا تقولي ماما عيوني صارت زينه، هي بتقول عجبني نفسها كده كلامها، ولا هي هي نفسها لمساها والله؟ كشوطه كانت ما هو انا بتقول كنت انها بتمنع من حلوه ده احلى. اكيد طب خليها تقولي كده عينك بقت احسن، قولي لي قولي لي عينك كل يوم احسن تقولي بنصير عند الدكتور ايه؟ يلا قولي لي ايه اللي احسن، عينيكي احسن؟ طب قولي عيوني بقت زينه، قولي لماما، يلا قولي قولي لي مثل ما تقولي لي في البيت، قولي لي عيني صارت زينه، قولي لي يلا قولي ها قولي هتقولي ايه يلا قولي لي عيني صارت زينه، قولي قولي على الصورة خالص يعني ما شاء الله عليها يعني، قولي لا طيب عسل. قولي انت يلا ربنا يحميها يا رب، مش صغيرة طب يا سنة دي بس عمرها كانت دي مكسوفة ما رضتش تقول ثلاث بقى، سنين مش مجنونة خالص انا بس طبعا فرق قالت كبير ما يعني، شاء الله في النظر عندها، ايه وايد لان انا فوجئت ان حضرتك وافقتي على العملية على طول يعني، لان اشوف يعني انا قبل العملية حضرتك كنت كشفت في كذا مكان وتخيلت ان انت مش هتوافقي على العملية، لا بس ما حد قال لي انها سوي محتاجة عملية، مساوي عملية اي ما حد يعني، انا قال قلت لي حضرتك محتاجة عملية للحول، انت كنت دكتور جاي عشان الجفن، في البرايم كنت دكتور جاي عشان الجفن، فانا لا قلت هحول للمدام الجفن بس هجيب لها حول، وكل دول كشفوا وقالوا مفيش عملية، ففجأة تقتنع بيا ففوجئت ان حضرتك في الليستة بتاعتي. لا 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 شوف انا اقول انا استخرت الحمد لله اول شيء، وانا خلاص يعني ما حد ما في دكتور نصحني اني بالله اسوي مساوي عملية عملية حول، كلهم يس يقولوا لي يوم تصير اكبر يوم كان عمرها سنة قال لي الدكتور سوي كنت ما سويت عملية سويت والله، بس ما حدش قال لي خالص سوي عملية لا لا قال خالص، لي يوم تكبر مش عارف تكبر على اي اساس ايه كانوا هم يوم بيقولوا الكلام تكبر ده، الحين ما تمس عينها بس دلوقتي حضرتك مقتنع انك كانت محتاجه لا عمليه لا طبعا اكيد اكيد ليش طبعا انا لو ما وثقت
فيك. الحمد لله. واصلا انا جايه يعني وصوني فيك. تمام. من دكتور في اسمه دكتور رامي. دكتور عيون في مستشفى برايم. هو اللي قال لك يا عمر في الشارقة. هو اللي قال لي ما تروحي لولا مكان. تمام. قال لي سيري المستشفى المغربي. ها كلام جميل خالص. احنا سعداء بحضرتك جدا والله. سعداء مغربيه. قلت مغربي خلاص. مغربي مع مغربي يكسب. واستخرنا والحمد لله. ربنا يخليك. يعني يوم وليله كل شيء استوى. لا الحمد لله جميل. دي كانت القصه. هي جت كشفت عندي. انا ما كنتش عارف بالظبط ايه اللي عندها، لكن خبرتي كده قعدت ابص يمين وشمال وتوكلنا على الله وعملنا العمليه. هي كانت مساعداني جدا بفهمها للموضوع، حتى مجرد ما انا اتكلمت معاها من قاعده واحده ما كانش محتاجه مجهود جامد ان انا اقنعها، لكن كانت حاسه بحجم المشكله وبالتالي وافقت على العمليه. دخلنا صلحناها، بقت تحولت في خلال شهر شخصيه ثانيه خالص، حتى بتضحك وبتبتسم وادائها كان احسن، تفاعلها كان احسن، حاجات كتير اتغيرت في الشهر ده. وعشان كده احنا حبينا نقابل ام مازن عشان نتكلم معاها، ده طبعا قبل وبعد العمليه، ونسمعها او نتكلم منها قبل وبعد فرق كبير، ونسمع منها بقى تجربتها. يعني السلام عليكم. ازيك يا ام ساره؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده جدا جدا جدا. طيب. ومبسوط ان حضرتك بتشاركينا تجربتك مع ميزونة. شوف ميزونة بتلعب ازاي وانا جميله. انا مبسوط وهي بتلعب كده. انا مبسوط جدا ان انا ببص لعينيها ومفيش الورم ومفيش المحاول. حاجه جميله يعني. هي تقول دكتور هي تبغى تراويك فستانها. الله، ايه الفستان الجميل ده؟ هي لابسه مغربي. مغربي كمان يا ده زي المغربي كمان. لا 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 ده حاجه جميله قوي. تعالي يا عسوله ما شاء الله عليها كده. هي كتكوته وبتبتسم. اجمل حاجه فيها انها بتضحك على طول. لا تعرف شو ليهال، إذا حد سوى فيهم معروف يعني من عند الله يحبونه. فهي يوميا تقريبا يوميا تقولي متى بنصير عند الدكتور. والله صار عندها هوس كل يوم تبصير المستشفى، مع أنه اليهال بالعادة ما يحبون يعني يروحون المستشفيات. طبعا أكيد طبعا. ما شاء الله يعني. المستشفى ده مزعج يعني، بس هي يعني الحب بقى بيني وبينها خلاها هي على طول. اجمل حاجه فيها بتضحك على طول يعني. انا مش دايما الاطفال بيضحكوا على طول، بس هي بتضحك على طول يعني. كان اجمل حاجه وهي في العياده عندي انها دايما مبتسمه وانها دايما بتضحك. بص بس على الشباب ازاي على طول يعني، فكانت بتشدني بضحكتها جميله خالص. انا عايز اسال حاجه مازنة يعني، قبل ما تكشفي عندي كان ايه المشاكل اللي كنت بتلاحظيها مع مازنة بالنسبه للحول؟ هل كان عاملها مشاكل في حياتها او مشاكل ليكي انت نفسيا؟ هي من عمرها 7 شهور بلش يبين لي انه تعرف اليهال وهم صغار وايد دوم تكون العين بعدها مش مرات تبين كان عندهم حول وهم يهال بيبيات. بس يوم صارت تكبر شوية اشوف عينها تطلع فوق، يعني يوم طالع على لاحظت كده عليها الحول الرأسي هو اللي بين اول، يوم طالع فوق عينها تختفي يتم بس البياض تروح طالع فوق كده. عرفت ان انا عندها مشكلة. فيوم كملت سنة وديتها انا المستشفى بدون ما اذكر اسمه هني في الشارجة، وشيك عليها الدكتور وسوى لها اللي هو اللي طلع لها يعني عشان يسوي لها نظارة، وقال لي عندها حول، وقال لي عندها بعد نظر يعني عندها نظرها ضعيف وايد. بس قال لي مسألة الحول يوم تكبر، لان انا سألته يبالها عملية قال لي هي بس مو بالحين، قال لي يوم تكبر بنسوي يعني تجيبيها وتسوي لها العملية بس مو بالحين، قال لي الحين بس النظارة بس على كده. طب انت لما لبست النظارة لاحظت ان الحول اختفى ولا كنت شايفة الحول ده؟ لا كنت شايفاه بس انا ليش اليوم جيت عندك ما تكلمت عن الحول يعني؟ خلاص يوم الدكتور قال لي دكتور لما تكبر قالوا لي يوم تكبر تسوي العملية، فعشان شيء انا ما يعني ما قلت ما ذكرتيش الحول. انت ذكرنا الورم اللي بس انت يوم قلت لي انه في، حتى انا كنت سألتك يعني تقدر تسوي الحين العملية وهي صغيرة، يوم قلت لي هي يعني عادي يعني ما فكرت وايد، رحت رديت البيت واستخرت، وثاني يوم اتصلت على المستشفى خذيت موعد. يعني ما كان عندي فيها يعني الواحد ما عنده الا عياله يعني. طبعا ربنا يخليهم. دوم انا يوم اشوفها مسكينه واشوفها يعني مثلا يوم تنزل السلالم ولا يوم يعني طالع تلفزيون اشوفها مش مهتمه نفس اختها اللي في نفس عمرها. فعلا كنت ملاحظه ان ده مأثر على حياتها.
ايه مأثر عليها، ف وهي يعني فيها طاقة تبى تلعب وتبى تتحرك، بس أشوفها دوم خايفة لأن ما تشوف عدل، بلس إن فيها الحول وعينها دوم تروح لداخل، يعني أكيد إذا بس البياض ما تشوف ولا شيء. فهالشيء أنا كان وايد حاز في نفسي، ويعني دوم أقول متى تكبر عشان أقدر أسوي لها العملية، يعني هالأمر كان وايد أنا متعبني. فكنت أبا يعني أنا يعني مستعدة أنا نفسيا إني أنا أسوي لها العملية، بس لأن الدكاترة قالوا لا تسوين الحين، فأنا يعني قلت الدكتور أكيد يعرف أحسن عني. فيوم لقيت يعني إنك أنت قلت لي استشرتك ممكن نسوي وقلت لي لا العملية. في عندها حول ويبالها عملية، يعني من الله، حسيت والله سخر والحمد لله بعد رب العالمين، كان على الحمد لله إيدك الشفاء، الحمد لله وعينها ما شاء الله صارت جميلة، طلع ودي جميلة صارت خالص. يعني حياتها أحسن وأحلى، وأشوفها تلعب أكثر وعندها ثقة بنفسها، وأشوفها الحين يعني حتى كان عندها مشكلة يوم يرسمون هي وأختها، أختها اللي في عمرها تعرف الألوان وهي ما تعرفها، ما تميز الألوان، الحين صارت تميز صرت الألوان. تلمس الالوان انت دلوقتي ما شاء الله إيه ما شاء الله. ما شاء الله. فهالشيء يعني شوف صراحة حتى شو ما كان المبلغ ما يغلى على مزونة، ربنا يخليها لك يا رب. الواحد الفلوس ما تغلى على عياله أكيد، وإحنا والله شاكرين لك يا دكتور، ده ازاي بقى؟ ده احنا اللي شاكرين وأنت وجودكم معانا، سويت وان انت معروف حتى لو هو ده في شغلي مقابل مادي، بس المقابل المعنوي ما له ثمن، ما له ثمن طبعا طبعا. انا بقول شو لك ما زي ما كان. قلت لك في اول الكلام لما بكلمك، انا يعني قد ايه سعادتي بتبقى ان انا اشوفها كويسه، وكنت فرحان وهي بتلعب معايا، ومش مجرد ان انا شايفها كويسه وحالها بقت كويسه، انا فعلا حاسس ان انا قدمت لها حاجه فكنت فرحان. فعشان كده قلت ان انا بحب ابقى في اللايف تاني عشان اعيش الجو تاني كده، اخد شويه سعاده تانيين كده برضه. تعالي يعني يا كلنا مزونة، تعالي كلمي الدكتور، تعالي. شفت لكن هي الحين ادائها مع قبل، التلفزيون بقى احسن، لا وادائها مع قبل التلفزيون. تعرف كيف يعني، هي تقعد عدالي ما تقوم لأن تخاف، الحين ما تقعد ما شاء الله تروح وتلعب، يعني ما تقعد عدالي. ان شاء الله ان فهالشي شاء الله يعني أنا يوم أشوفه والله دوم أدعي لك، ربنا يخليها لك يا رب. والشي اللي سويته عمرنا ما نقدر لا يعني لا نجازيك بالعكس حقه بالعكس، احنا والله. شرفنا بيك. هو على فكره انا دايما يعني حضرتك ما شاء الله لخصتي جزء كبير جدا من اللي دايما بكرره وبقوله، بقوله من قلبي يعني، ان انا بقول لهم الطفل بعد ما بنعمل عمليه الحول بيتحول لشخص تاني فعلا. ناس كتير ما تبقاش متخيله الكلام ده، انا بشوفه عندي في العياده. يعني الطفل بعد عمليه الحول يبقى دخل، احس قبل عمليه الحول حتى مش عايز يبص في العياده ومش مهتم باي شيء، بعد ما يجي لي زي كون اول مره اخش العياده، ليه عمال يبص ويتفرج ويبص في ايده ويبص في الالعاب؟ هو فعلا كل حياته واستمتاعه بالدنيا بلاقيه بعد عمليه الحول، لانه يعني ابتدى يستخدم عينيه الاثنين مع بعض، وابتدى فعلا زي ما حضرتك حكيتي كده ويعني وصفتي اداؤه يبقى احسن، ثقته بنفسه تبقى احسن، على الرغم ان هو 3 سنين. يعني والناس متخيله انا ده يا جماعه مش بس هو بني ادم بيحس وبيشوف، اي واحد فينا عنده حوالي أكيد هيبقى أكيد خجلان مش هيبقى كويس، هو برضه نفس الحكايه. الطفل زي ما بيجي له مغص وبيعيط، زي ما لما تشكه يعني توجعه، برضه نفس الحكايه، الحول مسبب له اضرار بنحس وتعرف بنتيجتها دكتور لما بنصلحها. شفت هالورم اللي الورم الصغير جانا اللي ممكن من رب العالمين، يقولون دارة رب النافعة. دارة النافعة، لا بالظبط، عشان فممكن نتعرف عليكم هالورم ونعمل لها اللي العملية. وصلنا لك وقدرت الورم ده انك كان بقاله قد ساعدتها. ايه صحيح؟ انا نسيت حضرتك، الورم ده من زمان كان بقاله قد ايه الورم؟ الورم ده اللي كان موجود عندها كان من امتى؟ شهر وشي شهر شوي. وديتها الدكتور الأول وعطاها الأنتيبايوتكس، ووديتها الدكتورة الثانية بعد نفس الشيء، ورجعتها حقها قالت لي لا دام إنه ما راح بالأدوية، قالت لي سوي لها كمادات يعني دافية في البيت مع الدواء، دوم سوي لها كمادات، فكنت أسوي لها وأشوفها إلا ما يكبر، يعني كان صغير في الأول كان عمال صار يزيد. يكبر وكان ما انا ويستوي لونه أغمق، احمر ويستوي يعني لونه أحمر، كان في الأول يعني لون الجلد، بعدين صار لا صار لونه يستوي، شفت كيف يعني كأنه ملتهب، بالظبط. فخلاص قلت لا أنا ما أقدر، وديتها البرايم، وشفت الدكتور قال لي شوفي هذه بالها، قال لي أنا أول شيء ودوني عند طبيب الجراح، قال لي أنا دكتور جراحة، وإذا بسوي لها العملية بسوي لها من برا، فبيجيها تشوه.
بيتشوه جفنها وبيتشوه خدها. كويس الحمد لله انه عمل فعلا. قال لي لا انا ما، قال لي بحولش على طبيب العيون هو اللي، وحولوني مره ثانيه اعطوني موعد ثاني، ورحت عند الدكتور رامي جزاه الله خير. قال لي شوفي انا ما بطرشك لا هني ولا هني، بتروحين على مستشفى المغربي في دبي. قال لي سيري لهم هناك بتلاقين الحل. قال لي غير هناك لا تروحي ولا مكان ثاني. وخلاص انا سيده، هو انا طلعت من عنده من المستشفى. الحمد لله مشكور دكتور رامي يعني. خذيت موعد، خذيت موعد وجبتها. كان يوم الخميس وانا جيتكم يوم الجمعه، شفتك الجمعة وقابلناك، وكانت الحمد لله الدنيا طيبه الحمد لله. وكان هاي البدايه ان مزونه مسكينه تحررت، لان شو الواحد انا بعد البس، تراني البس نظارات، فالواحد يوم يلبس نظارة أو يكون نظرة، يعني حتى يوم أشيل النظارة نظري بدون يكون في ثقة أقل، إني ما أشوف البعد وأعرف إن يعني الألوان غير والدنيا غير، تكون يعني شيء علي كأن ضبابة على عيونك. فهي مسكينة يعني صغيرة، فبلشت حياتها شيء، بلشتها ما تشوفها عدل، فالحين ما شاء الله يعني انها تشوف الحياة. صح. وانا صراحة اشوف الحياة الحين من عيونها، كل ما اشوفها مستانسة اشوفها فرحانة. ادعي لك ربنا يخليك. بنسميه احنا يعني احنا اخذنا مصطلح كده بنسميه جمال الرؤية، يعني بعد ما بنصلح الحول جمال الرؤية بقى بيبتدي يظهر معاه. ففعلا جمال الرؤية يعني الرؤية لها جمالها الخاص لما بيكون الانتين مع بعض والصورة واضحة زي ما حضرتك قلت كده يعني. طب حضرتك لما دخلنا اوضه العمليات انت كنت خايفه عليها ومخضوضه عليها يوم العمليات؟ اكيد انا بره كنت حالتي حال. والله انا ما شفتكيش يوم كنت خايفه فعلا. انا شويه يوم سووا لها التخدير دخلتي مع الغرفه جوه الاول ما قدرت، ويوم طلعت يعني صراحه كانت هذه اطول ساعتين في حياتي. لا والله. اي والله، وخصوصا اني بروحي، يعني انا جيت طبعاً بروحي طبعاً على المستشفى طبعاً بس طبعاً. انا وهي ويانا رب العالمين والطاقم ما شاء الله عليكم. ما حد صراحه من النيرسز من الريسبشن، كل الطاقم ما شاء الله يعني محترف حتى مننا يعني. اي والله ما شاء الله عليكم، يعني يعني ما حسيت، يعني انا فعلا كنت وايد خايفه على بنتي، بس كان في يعني سؤال وكان في تحس ان في كومباشن من اللي موجودين، وخصوصا على عمرها مزونه وايد صغيره. ف شو اقول يعني، كان يوم صعب بس كان ثمارة جميلة وثمارة حلوة الحمد لله. طب هي لما خرجت طبعا، طب لما خرجت انت ما يعني ما تخططيش لما لقيتيش في غطاء على عينيها بتدعك في عينيها بتعمل كل حياتها عادي يعني؟ مش لا هي ده. ما شاء الله ما شاء الله يوم طلعت كانت يعني شو ما صاحت لا خالص ولا شيء. بس هذا تعالي مام تعالي ما صاحت ولا شيء، بس كانت مسكينة يبين عليها الألم ويها. طبعا انا اربع عضلات نامت، تمت نايمه شيء يمكن نص ساعه ولا 40 دقيقه، بعدين خلاص قامت وما صاحت ما شاء الله عليها قويه مزونه. يعني تتحمل، واصلا هي متحمله هذاك الورم كفتره يعني صراحه طبعا شهر وشويه بالعيشه بالورم ده. فالحمد لله. وكانت الفترة اللي عقب العملية هل تعرف الياهل عشان يفتح عيونه وتحط له هالقطرات قطرات يعني صعب. بعد يبالها صبر ويبالها هذا. ف كانت هي متحملة الحمد لله الحمد لله. يعني هي قصدي كان انها بعد العمليه الحمد لله ما فيش غطاء على عينيها، بتلعب بتدعك في عينيها بتستحمى كل حياتها عادي، ما كانش في اي حاجه انت كل حاجه كنت سايبينها. اصلا احنا يوم من هناك طلعنا شلوا لها الغطاء بالضبط. يعني تتذكر انت جيت وشليت الغطاء نفس ده عشان العين الشمال بس غطيناها عشان العين الشمال بس عشان خلاص. بعدين خلاص خدت الدواء مالها طبيعي، و بعدين جينا على التشيك اب ودوم هي فرحانه انها تي يعني. انا عجبني ان هي كنت هي قالت لك انا عيوني صارت زينه، هي كانت انت بتقولي لي تقولي ماما عيوني، حتى الحين تقولي ماما عيوني صارت كيوت الحين غيرت. والله العظيم والله
تعالي تعالي يعني بدل زينة بقت قولي كيوت. حلاوة، قولي حق الدكتور، قولي له عيوني صارت كيوت. عيوني صارت كيوت. الله، انت تحتاجي بوسه على الكلمه دي. والله انا مش عايز اقول لك قد ايه انا سعيد بكلامها ولهجتها. ده اللي كنت بقوله في اول طيب روحها الحلقه، ان احنا فرحانة والله، احنا كمان والله فرحانة فرحانين على وتحبك، فرحتها يعني. طبعا تحبك طبعا، وتحبتي العيادة يعني، تحبتي عندكم المستشفى والله يعني. هي الحمد تقولي لله احنا انت بنحاول نغير بتسيرة عند فكره الدكتور. الاطفال، لان اي طفل اول ما بيخش يفتكر دكتور السنان، فليه عمال يعيط ويصرخ ومش عارف. فالحمد لله بنحاول نغير الفكره دي عنهم شويه، وان ايه هم لا لا، يبقوا شوف انا انصح مبسوطين. اي حد يعني، وانه يقدر انه يساعد ولده ولا بنته، يساعدهم انه يطلعون من هالحالة، لان صراحة يعني الحول شيء مو بزين، والياهل ما يعيش طفولته وما يستمتع فيها. فلو في مجال انهم يسووا لهم العملية ما يترددون، لان عملية بسيطة وسهلة، وكانت يعني فترة النقاهة سهلة يعني، إلا هو عشان قلت لك هالقطرات بس عشان تفتح عيونها، ولا ما صار لها لا التهاب ولا شيء يعني. كانت الأمور زينة، وبسرعة راح التورم وراح الحمار من عيونها، والحمد لله يعني، لا صارت مضاعفات ولا شيء، لا حق التخدير ولا حق العملية نفسها، مع أنها هي مسكينة سوت عمليتين، سوت هاي شلة الورم وسوت مالت الحول. فأنا أشوف عملية بسيطة، والواحد ما يتردد يتوكل على رب العالمين، وما يخلي عياله يعني شي يعانون، يعيشوا لأن هاي الموضوع صرت ده معاناة. معانا بالظبط كده. هو حضرتك يعني بصراحه انت قلت كلام يعني انا نفسي ما اعرفش اقوله. يعني انا المسج او الرساله اللي والله عايز شوف بيها انا ما هو اعرفش اقولها كلام، بالجمال ده كلام من القلب يعني، من من القلب. القلب فاهم، عشان بصراحة كده يعني. طالع حلو، يمكن انا من عندنا هيبقى طالع شويه في مهنيه فبخاف اقوله، لكن حضرتك قلتيه من القلب، لانه فعلا يعني هو الحقيقه وقلب الحقيقه يعني. ان انت لما يكون ابنك موجود ووقت ابنك عنده حول وفي حل ان هو يتعالج، ما تسيبوش، لان هو بيتألم بيتألم فعلا يعني. طب انت لما بتشوفي حد عنده حول بقى دلوقتي، بتبقى عايزه تقولي له ايه بقى؟ لو لقيتي طفل عنده حبيبي حول او ما واحد سمعتك كبير، آخر جملة ما خلتني مزونة، تعالي بقول لك مزونة. لو لقيتي حد عنده، لو شفتي حد عنده حول دلوقتي، ايه اللي يجي على بالك؟ لا عايزه تقولي له والله ايه؟ سيدة، بقول له روح عند دكتور أسامة. على طول عندي. خليه بعطيه يطلع بعطيه الحول. سيدة، بعطيه اللوكيشن مالت المستشفى سيدة، كل ما في حاجة يعني. على طول يعني. والله العظيم، لأن لا لا شوف بالعكس. مرات ومرات الإنسان يكون عنده يعني المبلغ متوفر، أو تكون عنده الإنشورنس، بس شو يكون خايف، يكون عنده دي المشكلة. تخوف إنه يعني دي شيء يقول المشكلة. إلا حول يعني، مو لأنه وايد أنا أشوف إلا حول يعني، مش شيء يعني عود، بس هو صراحة شيء كبير، لأنه أول شيء الرؤية ما تكون واضحة، ثاني شيء حتى جمالية الطفل يعني تتغير تمام. يعني. شوف الحين مزونة ما شاء الله، قبل ما تسوي العملية مع انها جميلة وشي، بس هالعين يعني تخرب عليها، صح. فالحين ما شاء الله شو كيف غير نعم. غير يعني، حتى الواحد يشوفها يعني ما ينتبه، حتى ولو انها بعدها لابسة نظارة، بس مع ولو يعني صح. اختلفت اختلاف كبير. فأنا أقول يعني الواحد ما يتخوف، إذا عنده الإمكانية ما يبخل على عياله انه يروح يسوي لهم العملية صراحة. طب بمناسبة النظارة، لما عملتي، لما الدكتور في الأول قالك إن النظر ضعيف وهي محتاجة نظارة، كنت حاملة هم النظارة وقتها فعلا يعني دايما، وكنت بتفكري إزاي هتلبس النظارة وهتقدر تلبسها ولا لأ، وده مريت أنت بالتجربة ده هي لما الدكتور قالك إنها محتاجة النظارة في الأول؟ يوم قال لي انها تحتاج، انا شوف انا حسيت انها، انا كنت رايحة عشان الحول على بالظبط. فكرة، أنا ما كنت عارفة إن عندها طبعا نظرها ضعيف، زين أنا صرت عشان الحول. فيوم صرنا لأن قالوا لي إن الحول مال اليهالي يتضبط بالنظارة، بالظبط. زين يعني اليهالي يلبسونهم نظارة فيتضبط الحول إذا بعدهم ما كملوا سنة، صح زين يعني هذا صح الكلام. فأنا صح يوم وديتها قال لي لا، عندها يعني نظرها وايد ضعيف، بالظبط. زين ويباه لها يعني، مش بتلبس النظارة سنة، بتلبسها على طول. على طول صح. قلت له بالنسبة للحول، قال لي الحول فيه عملية، بس هذه العملية لازم يوم تكبر مو بالحينة، زين يوم تكبر جيبيها أو وديها مستشفى ثانية أو وشيكي مرة ثانية، وخدي، قال لي خدي سكند أبينيون عند حد. وصرت مستشفى ثاني وخديت الاستشارة ثانية،
والدكتور قالت قال نفس لي الكلام. نفس الكلام، لكن قال لي قصدي هي ميزونة خليها تقبلت تكبر. النظارة عادي يعني، ميزونة تقبلت لا لا هي في النظارة. الأول لا كان تعرف، يمكن يوم جبتها عندك شو من يعني من سنتين، كان عمرها سنة هي لبستها، يمكن 6 نظارات اللي مروا عليها، تكسرهم. كل مرة نغير لأن تشدها وتفركها في الأرض مرات فتتخدش، وغير ان هاي النظارة مالت البيبيات تكون الزجاجة مش لازقة بالظبط فتنشال بالظبط فتضيعها تشيلها وتضيعها. والله تعرف انا اشتغل فهي تتم في البيت ويا المساعدة، فما يكون نفس الاهتمام، عرفت؟ فكل مرة نضيع النظارة ونغير كل مرة. بس الحين يوم عملت كبرت العملية البنينة هناك. مزونة صارت عاقلة، فهي الحين تهتم بنظارتها. بتسيبها على عينيها. لا يعني لأن شو قبل ما كانت تعرف الفرق لأن ما كانت تشوف فيها، بالظبط فتحسها بالظبط، إنه يعني الحول تحس كان ملخبط عليها عكسيسة فمش فوق مستمتعة. عينها ملعوزنها. بس الحين هي ما تروم، هي تقوم الصبح تدور نظارتها هي، هي لأن تدور شو نظارتها. صارت تشوف الحين بعينها، صح. صارت سيدة، فيوم تلبس تلبس النظارة تشوف أحسن بالظبط، ده اللي قبل، حصل بعد حتى تصليح لو الحول. النظارة لأن عينها تروح داخل فمش فالنظارة ما ماشي تنفع الفايدة تشيل، 50% ايه ما منها 40% فايدة. فايدة. أما دلوقتي لما ايوه اتعدلت هو ده اللي بنقوله بالظبط، عشان كده ايوه النظارة الحين بتبقى لا مفيدة. بعد ما بيروح الحول بيبتدي الطفل صح يتمسك بقى صح بالنظارة ايه. ويحس لا لا بالفايدة بتاعتها. الواحد اللي حول وفوقه نظارة ما يعني يبقى مش ما عملناش حاجة، لسه الحول اه موجود، لسه ايه المشكلة ما موجودة منا فايدة بالظبط. هالنظارة. لا بالظبط، بس برافو عليك برافو عليك. انت بقيتي لا دكتوره الحمد لله انا مش لاقي حاجه اقولها. يعني انا لو قعدت افنط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده واحطه في محاضرات طبيه، يعني تقريبا منهج الحول كله ترى هنتكلم فيه يقولون النضاره و دكتور شو يقولون؟ يقول لك اسأل المجرب صح؟ ده سأل مجرب ولا لسه الطبيب؟ هنا بقى اه شفت؟ مجرب يعني، يعني ترى عليك انا اللي قلتيه ده مجرب بالظبط كده. لا وتجربه قويه يعني، ما شاء الله عليك ومركزها ومستوعبه. ايه لكن فعلا لو انا كل جمله حضرتك بتقوليها لو احنا قعدنا نفصصها ونحطها في الكتب اللي عندنا، لا يعني كل جمله عباره عن شابتر في كتاب. النظاره، الحول، الحول مع النظاره، يعني كل دي حاجات، طفل وتفاعله، اداؤه قبله وبعد، كل دي حاجات بندرسها منهجية كده وقصص وحاجات. ودي يمكن حضرتك اختصرتيها بشكل جميل أنا جدا. درستها وهي مزونة. هي المنهج بتاعي، كل الطب بتاعت حضرتك يعني. لا هي شوف، أنا حتى يوم كنت ألبسها النظارة ما كنت مقتنعة، مش يعني مقتنع ان أنا لسه في حول. ألبسها النظارة يعني كأني أنا مسوية اللي عليا، عرفت؟ أسوي اللي عليا، بس ايوه أنا أعرف إنها مش مستفيدة منها. ما شاء الله عليك، صح إيه صح عشان في حول. أي عشان في حول، لكن عشان دلوقتي في خلاص، حول هي دلوقتي مش ان مفيش حول مستفيدة من فانت حاسس ان انا النظارة. مستفيده من النظاره. صح، برافو عليك إذا بالظبط العين كده. صح، داخل، إذا العين راحت هيشوف هتشوف داخل، ايه بقى؟ ما فايده الصوره ايه؟ ترى البؤبؤ اللي يشوف مش موجود. مش برافو عليك بالظبط. إيه عجبتني كلمه البؤبؤ مش موجود دي. صح هي ما هو داخل، يعني بالظبط حتى كده تلبس بالظبط نظارة كده. ما تلبسها عادي، هي أصلاً ما ايوه تقدر تشوف. بس الحين ما بالظبط شاء الله، كده. لا الحين ما شاء الله هي مستانسة وإحنا مستانسين، وحتى خواتها الأكبر يقولي ماما مزونة صارت كيوت عينها صارت حلوة زين. فأشياء يعني لا أنا بصراحة أنا أنت بصراحة حضرتك يعني يعني أحس إني أنا I'm proud of myself definitely definitely أكيد وممتنة لك أكيد. جدا، لا لا لا، ده احنا يعني خدنا وممتنة محاضرة طبية منك. للدكتور رامي إنه طبعا وفق احنا بنشكر الدكتور الجلسة رامي، مع انا يعني يمكن ما سابقنيش قابلته لكن او تعرفت بيه، لكن يعني ان شاء الله هنتصل بيه ونشكره على ان هو عرفنا بيك وان هو حولكم علينا، ولازم لازم نشكره يعني. يعني انا اتفقت. مش لاقي كلام اقوله لحضرتك، عليك يعني اديتينا، يعني انت اديتينا محاضره طبيه بامانه وقلتي حاجات انا ما اعرفش اقولها في الوقت القصير ده. ده والله ما بهزر يعني، انا لو حاولت اجمع كلام حضرتك قلتيه كده يمكن مثلا ان هي ضايع ساعه جمله من الجمله اللي انت قلتيها، بس انت ما شاء الله جمعتي كل حاجه ووصلنا واجازتي وزودتي سعادتي زي ما قلت لحضرتك، لان انا بيبقى فعلا ببقى حزين جدا يعني. انا لما بيجي لي طفل واقول لابوه ان هو محتاج نظاره والاقي الخوف هو الحاجز، انا فعلا بيمشي من عندي وانا قلبي بيتقطع يعني. نفسي اقول له يا عم هاته نعمله لك يعني، خلينا نصلحه، لان انا عارف ان هو يعني القرار هيدمر إن حياته شاء يعني. الله. ان أنا شاء شو ان شاء هذاك الله اليوم أنا كان بيني وبين الموافقة بس الاستخارة،
انزين استخارة. يعني انا طلعت من عندك انا يعني متاكده، بس كان لازم استخير، فمن خاب من استخار. وبعد الاستخاره الصبح اول شيء سويته يوم قمت الصبح سيدة اتصلت على المستشفى وخذيت الموعد، والحمد لله الحمد لله كان قرار في حلو جدا 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 جدا. طبعا هيفرق في حياتها كلها اللي جايه كلها، كل حياتها بقى، لا هيحصل لا في تنمر بعد كده حد يضايقها ولا خجل في حياتها لما تكبر، دراسه احسن في المدرسه، تفاعلها مع المدرسين افضل بكتير، ما ان شاء الله لما تكبر بقى تقدم على وظيفه، تقدم لها عريس كويس كده يليق بيها، يعني كل حياتها. والله ده اللي بشوفه. لا هي مساله التنمر، لان في البيت يعني خواتها الحمد لله، انا بناتي يعني ما يعرفون شو هو التنمر، يعني يحبون بعض. وفي طبعا البيت هي يعني بنتكلم عن الناس اللي بره، الناس اللي بره يعني ما عندها الخوف، بس بتصير للحضانه وبتصير هذا، هي ده الفكره. هناك ممكن في الحضانه ما بتحصل تنمر، بس يوم تصير على المدرسه الابتدائيه هناك يبلش التنمر. طبعا يعني الاطفال مش فاهمين بدون طبعا. شيء يعني ما في شيء، هم اطفال عيال، هم اطفال، هم اطفال. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل انا قصدي انقذناها من كل يعني أيوة قرار حضرتك والله. انقذها من كل الفضل بعد الله الاسوء. يرجع لك ربنا يا والله، وكل حاجه بايد ربنا. زي ما انت حضرتك كنت صادق ان انا فعلا حتى في تشخيصها كان بالنسبه لي الدنيا ملخبطه شويه، نضاره وحاول فوق وحاول فوق هنا ودم والتهاب في الجي. يعني كانت الدنيا ملخبطه، فحطينا بلان كده وربنا كرمنا فيها، وكان توفيق ربنا وثقة حضرتك فينا ده اللي هو خلانا يعني وصلنا اللي وصلنا له. خلينا بقى نسمع من ميزونة كده كلمة أخيرة يلا عشان ما أطولش عليك، تقول لي بقى ميزونة بقت كيوت تاني شكرا كده. شكرا دكتور، تعالي يلا خليها تكلمني بقى، قولي لها شكرا شكرا. يلا يلا قولي ميزونة بقت كيوت، قولي لها قولي لها بعيون عيونش كيف صارت؟ عيوني شو صارت؟ صارت زينة ولا لا؟ صارت انجينة. ها صرتي كيوت الحين صح؟ قولي يلا قولي بقى دكتور. يلا ميزونة بقى سوي لك قلب، سوي لك قلب، سوي يلا. لك قلب. فوت فيها، ربنا يخليها لك ويحميها لك يا رب. واحنا تحت امرك في اي وقت. باي، وان شاء الله نتقابل دايما على خير بقى، نظبط مع بعض احنا بقى النضاره بتاعتها في اي وقت، حتى تشرفينا ان شاء الله ونسلم المقاسات بتاعتها طبعا زي ما قلنا لحضرتك. يعني ماما ان شاء الله الله يوفقك في اللي فيه الخير، ونحن نفتخر ان في ما شاء الله دكاتره عرب بهالكفاءه. ربنا يخليك يا رب، والله يوفقكم، الله يوفقك ربنا ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك، متشكر جدا على وقت حضرتك وعلى المقابله الجميله جدا دي، من اجمل المقابلات اللي قابلتها في حياتي. الف شكر لحضرتك. شكرا مشكور، مصطفى، جزاك شكرا الله خير. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي 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 ميزونه باي. يعني مش لاقي كلام اقوله صراحه، يعني هي قالت كل حاجه احنا عايزين نقولها تقريبا. يعني لو احنا قلنا تصحيح الحول بيساعد على، كل مره بحط السلايد دهيا، تحسين الرؤيه، تحسين التركيز، تحسين البعد الثلاثي، الطفل بيركز احسن، شخص كبير بيركز احسن، بيشوف احسن. ممكن كل الكلام ده سمعناه من ام ميزونه. بلانتين بيبقوا اريح شويه، الصداع بيقل كتير، الراحة النفسية حاجة مهمة جدا، والتفاعل مع المجتمع نتيجة الأنية للتنين. يعني الحاجات دي أساسية ومهمة، مش 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 منظر، يعني ما هيش شكل الجمل دي، ما هيش شكل الجمل ده، أيا زي ما هي قالت أم ميزونة، بتساعد على نمو الطفل، بتساعد على أدائه أحسن، بتساعد على أن شخصيته تبقى أحسن، بتساعد بنبني بني آدم. يعني إحنا الهدف الأساسي إن إحنا نبني أولادنا، فتقصيرنا في الكلام ده هو بيأثر جدا جدا جدا. فللأسف يعني نتمنى ان يكون الكلام ده ليه صدى حقيقي، ما تبقاش جمل. يعني لما قلت تحسين تفاعل مع المجتمع، يعني النهارده كان عندي لؤيس اللي كنا بنتكلمها وبتقول انا في الشغل بقيت احسن، يعني انا كنت فرحان بيها. يعني كان المفروض تطلع معانا وكسفت شويه وقدمناها، لكن قلت انا في الشغل بتعامل مع الكاستمرز، مع العملاء بتوعي بشكل افضل دلوقتي، ومبيعاتي زادت وعدد ساعات شغلي زادت. واحد تاني كلمني انا كنت بصدع وما بقدرش اكمل 3 4 ساعات الكمبيوتر، ده بعد 12 ساعه. اطفال تانيين كانوا مش بيحبوا السينمات ال 3 دي وبتاع، بقى تقدر يخش سينما 3 دي ويشوفوا، مذاكرتهم احسن، يعني دنيا تانية خالص. فاحنا بنسميها جمال الرؤيه، عشان كده حتى احنا يعني بقيت استخدم كلمه جمال الرؤيه بتبتدي معانا، او جمال الرؤيه
او جزء من شغلي هو ان احنا نوجد جمال الرؤيه، لان الرؤيه ليها جمالها. لما بيكون في حول الجمال ده تقريبا بيبقى ضعيف جدا، لما الحول بيتصلح لا الرؤيه الجمال بتاع الرؤيه بيظهر. وده انا بشوفه بعينيا في الحركات. طفل بيخش عندي العياده الاقيه ماسك ايديه كده زي كل اول مره اشوف ايده ماسك اللعبه، عمال زي كل بيبص في اوضته في الاوضه عندي، مع انه كان جالي مرتين ثلاثه وعنده حول، زي كل بيبص لي زي كل اول مره يشوفني، بيبص لي ويضحك، يعني بشوفه بيبتسم على طول، يعني سعيد بالدنيا فالجمال. الطفل بقى ببراءته وبتعبيراته، جالي مرتين ثلاثه وعنده حول، وجالي مره ثانيه بعد الحول واحد تاني خالص. يعني ده وهو ايه، انا بتكلم على طفل 3 سنين زي ما يزونا، واربع سنين، انا مش بتكلم على حد 15 ولا 10 سنين، انا بتكلم على طفل اللي هو مش عارف اي حاجه. لكن جمال الرؤيه بشوفه في عينيه فعلا، وببقى عمال ابص له واضحك، والاهل برضو يقولوا لي نفس الكلام، وهم يقولوا لي ده بقى شقي جدا، الاول كان بيقعد ياخد جنب دلوقتي مكسر الشقه وفرحانين بشقاوته، مكسر لنا الشقه، بيشد كل حاجه ويجيبها، ما بيقعدش بيتنطط ويروح يجي، ابتدى يبقى طفل بجد، الاول كان خجول، يعني حاجه تانيه تانيه خالص يعني. فكل جمله من الجمل اللي احنا بنذكرها في كل السلايد دي، بنحطها في كل مره بنتكلم فيها، كل جمله لها معناها ولها صداها ولها تاثيرها على شخصيه الطفل، على شخصيته، مش على نظره بس. نظر بينتج عنه الشخصيه، الاي كونتاكت والاستخدام، لا شخصيه الطفل.